بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. عندها فايبروسيس بالرحم، نحيته ده عملية وزدت عملية بالهيدا بالرحم، بتعرفوا انت المشكلة. ويعني الآن حط شوية كريم، قولوا كل باب الله يطول عمرك عشان الصوت يكون منيح. كريم شوي بحطها إيدي وأخوه لحظة الآن بس بهيدي الحركة لتطرية القدم. لاحظ عم تشوفني، عم تشوفوني عظيم بقى. لاحظ، خلينا نعمل تشخيص لكي نتأكد من هالكلام. بس هيك بتعرف ما في داعي أتأكد. لاحظ، خليني شوفه. ايه طبعا باب الظاهر وظهور الشمس. هيدي البطاقة شو تمسي؟ مين الشاطر بيقول لي؟ ايه هيدي شو؟ يلا قولي لي. البابين. ليه؟ برا هون بالداخل يختلف. بالداخل صح. بس بغض النظر، هلا ليس هدفنا نعلم، هدفنا نفرجي الديس ايضا النقاط التي سوف نعمل عليها. ايه لاحظ هيدي النقطة. عندما تجد هيدي النقطة الخارجية التي تسمى البابين، ماذا سنفعل؟ لاحظ كمان في نقطة هون. هلا هيدي النقطة هون كمان لأسفل الظهر. سو أنا بمسك القدم من باطن من البطن وبحط إصبعي على الظهر وخلص بمسكها. سو هوري نقطتين وبرجع بشتغل هون. يو نو؟ مثل ثلاث نقاط. بس بدك تبحث. تبحث على ماذا؟ ايه على نقطة متحجرة. ايه او نقطة بتلدهلي. ايه لاحظ. ايه استشعري. لاحظ الان اقوم بهيدي الحركة. ثلاث اصابيع، اربع اصابيع. ايه. هدفي ازالة هيدا الاحتقان وترجيعه اعادته للجسد الاعلى. مع ان جسد سفلي وجسد اعلى نحن ذكرنا. الاصابع بهيدي الحركة ومن ثم اقوم مثل تعابين هيك عبيت بشو اصابعي. ايه اصابعي هلا لاحظ اصابعي. صب اذهب من الاسفل قبي، بعدين بحمل الرجل بهيدي الحركه لحل ايدي لحتى تشوفه. وهيك سحب سحب سحب. بس هدفي شيء، عندما اسحب 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 بهيدي الحركه ساجد ذاك الانتفاخ. هيدا الانتفاخ شايفينه؟ هيدا الانتفاخ يجب ازالته، يجب ازالته. لاحظ كيف ازيله بهيدي الحركة. في وجع، بس وجع راح دلوقتي. ايه خلصنا. ريفلكسولوجي القدمين يا جماعة هي وسيلة تعديل الجسم وعلاج الجسم برمته من خلال باطن القدمين. بغض النظر النقطة السميكة، نقطة الطرية، نقطة الوهنة، نقطة المصفرة، نقطة المحمرة برجلك، برجلك الخاصة أو برجل أي شخص، اعمل عليها. الجسد يقوم بتعديلها. شكرا لوقتك وبتمنى لك توفيق.